بنت رجاء، من بعد إذنك بدي ترجع لي الطلب. لشو هذا الطلب؟ أنا ما عاد بدي إياهم يقيموا لي نتائجي، ولهالسبب أنا بدي أقدم هالطلب. لا، ما رح أسمح لك تعملي هالشي. ليش؟ ليش بدك تمنعني إني أقدم لهم إياه؟ بعدين قلي مين أنت لحتى تمنعني؟ هذا السؤال ما له جواب عندي. أما شو هو السبب اللي خلاني إجي لهون؟ فيكون بعلمك إني إجيت لهون مشانك أنت وبس. ولمعلوماتك، أنا تركت العرس وما عاد بدي أتزوج. بنتي روحي، بنتي بنتي حبيبتي، بنتي حبيبتي، شو عم بيصير معك؟ اهدي يا بنتي، اهدي، خلص اهدي، الله يخليكي بنتي، بنتي يا ربي يا ربي. أنا ما رح كمل بهذا الزواج. طيب بنتي طولي بالك، اسمعيني. ليش بينتو؟ اللي شو هو السبب اللي خلاك تعمل فيني هالشي؟ اللي شو هو السبب؟ يلا ما كان لازم تعمل هالشي مع بينكي. وانا شو اعمل له؟ لا تنسي كارينا انه انا لسه ما تزوجتها، وكمان انا ما بحبها، وانا هلا واقف مع البنت اللي بتهمني. انا اجيت بس مشانك انت كارينا. ما لازم اتاخر اكثر من هيك، اعطيني الطلب لو سمحت، لازم اقدمه باسرع وقت. ممكن تفهميني انت ليش بدك تدمري احلامك؟ غريبه انت، مو معقول تدمري حلمك بهالبساطه. صدقني انا عم اعمل هالشي مشان انقذ عائلتي. إذا بصير شي لأبي لا سمح الله، ما رح سامح حالي أبدا. خلص بقى اتركني روح. كارينا، النجاح هو حلمك، وهي هي الحقيقة يلي كل حياتك كنت عم تحاربي مشانها. للأسف أنا برأيي خلص خسرت هاي المعركة سيد بينتو. الحقيقة إنه حياتي متوقفة على شقفة هاي الورقة. أكيد في ظلم بالموضوع، بس الحقيقة بتقول إنه بحياتي كلها ما بعتقد إنه في شيء أهم من حياة أبي ولا أي شيء. أنا مو حلمي هلأ إني أتوظف في مكتب التطوير، وما بدي حارب حدا، اللي بيهمني أبي.